Dragon Ball is now safe. Any vodcast again? What? What? تامر انت بتحميها تامر. اهلا شباب، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد من لعبة Outlaster. هذا الماب طلبوه مني على البث المباشر، فلو انت ما بتعرف انه في عنا قناة ثانية للبث المباشر، انزل تحت على الوصف بتلاقي رابط القناة، اشترك فيها علشان تلعب معانا وتحكي لنا على كل اشي انت بتحبه ونلعبه مع بعض. ثانيا يا شباب، قبل لا نبدأ بالفيديو لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وكمان تحط اللايك الاسطوري تبعك. ثالثا معانا اليوم براء وكمان يوسف وهارت ليون، بس ما بعرف وينهم، ليش لسه تأخروا؟ ما بعرف نروح ندور عليهم ولا نستناهم هون. طيب يا شباب خلينا نشوف، نستنى يوسف وهارت ليون على ما يجوا علشان نبدأ الجيم. لا تروحوا بعيد، خليكم معاي. ايه عم يوسف، عم الاسد انت هارت ليون، ايه عم فينكم تاخرتوا ليه؟ مش عارف، كنا بص صح احكي لك القصه، واحنا ماشيين ريت لون اتزنق فودينا الحمام وجينا، يعني معلش انا اسف يا عم. هارت ليون اتزنق؟ ايوه. طيب يلا تعال نروح الجيم. يلا يا شباب انا دخلت، ها دخلت، تعالوا. وانا دخلت. ايه رايك تختاروني كلكم، انا اكون قائد الفريق واختاركم معايا كلكم، ايه رايكم؟ انت عايز تبقى قائد الفريق ليه؟ امال انا بعمل ايه؟ عشان اختاركم، عشان اختاركم. اختار كلاسيك، كلاسيك خلاص، عشان اختاركم يا تامر، فاهم؟ عشان اختاركم واجمعكم معايا في التيم، فاهم؟ هما تلات تيمات. طيب ماشي خلاص، يلا اختاروني. فوتوا عليا، وانا فوت على تامر، يمكن الناس تصوت على تامر برضه. تامر القائد. عيب يا باشا. تامر بص، انا هاخد يا باشا، اخدت براء، اوكي؟ يا رب ما حد يختارك يا يوسف عشان اخدك معايا. بصوا يا شباب، التحدي الاول حيكون في عنا باركور، شكله جامد الباركور ده. ليك في الباركور يا يوسف؟ امال ده انا خبير باركور. بقول لك ايه، طيب. انا الباركور ده حافظه 50 من صفر. يلا بينا. يلا بينا يا باشا. اطلع انت هيرت بسرعه. عاش. بص انا الكابتن هنا، انا قائد الفريق. هنفوز. احنا يمكن فوزنا. عاش يا اسطير، انا عرفت اختار التيم الصح. براء ولا برا. عاش يا اسطير، عاش عاش عاش، احنا فزنا الاول صح؟ عاش. قول له يطلع يسرق اعلام. الاعلام فين؟ ايه ده، انا وقعت على وشي. علم اهو، ولا ادي علم اهو، انا اخدت علم. ارفعوا فوق. جيني اسرع مننا. عربية مش هيلاقوا حاجة. استنى ما تحطش علم، استنى، ده سرقوا العلم بتاعنا يا عم. طب وربنا ما حاسبكم. تعال والله انا رايح اسرق علمهم. انا رايح اسرق العلم بتاعتهم. استنى، لقيت علم هنا، هاخده واحطه هناك. بص علشان احنا فزنا في المرة الأولى عايزين يخسرونا، ها؟ خلي بالك. ايه ده يا عم، احنا ما عندناش غير علم واحد. امشي يا هبل يا طويل. اقل من دقيقة. خدوا بالكم، النتيجة ممكن تتعادل في الدقيقة دي. اه جيم بوينت. ايه يا رب، انا حطيت اخر علم وفزنا. عاش يا يوسف، وون ذا كومبيتيشن. هم اللي فازوا، احنا اللي اسمنا كده. احنا اسمنا مزار. ايوه انا احنا مش احنا مزار. انا بطالب ان احنا نغير، تعالوا اجتماع شباب نغير اسم الجروب بتاعنا. تعال احنا مزار، وهم اسمهم جنبي. جنبي ولا جنبك؟ يلا بينا، يلا انا هروح اصيد سمك. وبدانا يا شباب التحدي اللي بعده. التحدي ده انا فاكره تقريبا، حنوصل حاجات. ده لازم نكون متعاونين يا شباب، اوكي؟ حناخد حاجات نوصلها للطاوله، والتيم اللي احنا بقيه التيم هياخدها يوصلها للمكان الثاني. جاهزين؟ قول لي انتوا رحتوا التيم الثاني، دول بدلوا التيمات عشان العدد. بدلوا التيمات عشان العدد كل ما بيغيروا خيانه. طيب يلا احنا مستنيين الناس تجيب لنا حاجات عشان نحطها هنا. يلا يا عم بسرعه، بالله عليك ما تخسروني، بالله عليك. جيب موزه، حط الموزه اللي بعده. حط تاتي ولا ده ولا موزه دي اللي معايا. موزه، انا حطيت موزه. حطيت موزه، ده غبي ده ولا ايه؟ بسرعه اديني السمك. حطينا سمكه وربنا الواد ده غبي. وانا حطيت سمك. عندك تعالى ادهنا التيم اللي معاك. احيانا اخدت جوز هند. يا رب هند ما تزعل.
يوسف يوسف قاعد بيتفرج. هنفوز، فاضل 39 ثانية. احنا 10 هم 11. يا وليه جيب الحاجات بسرعة. تعال خد خد يا براء، خد بسرعة خد. ما انا باخد الحاجة انا جاي. عارف مكاني وحش، مش عارف يكون ورا انا اللي بعيد. انا مش عارف احط حاجات عندكم كمان، مش عارف اساعدك. يلا بسرعة بسرعة، احنا 12 هم 14، انتوا بتحطوا فين يا عم؟ اوه بين 16. اه ده احنا الاصفر، تصدق انا كنت فاكر ان احنا الازرق، ده انا احول. فزنا. كمان اتبدلت واتغدر بيا. والله فزنا بالعبط. عاش. ده شكلي شكلهم هيصوتوا عليا. بدأ التصويت يا شباب، يا رب يا رب يوسف لا. ايه ده؟ واو البنت. اوكي يوسف مصوتين على يوسف، دراجون مصوت على يوسف، ليش؟ ايش اسمه؟ اوكي اسمه غريب اصلا وهو مختفي. البنت اخذت صوتين، فتقريبا البنت راح تطلع. شي از نوب. يوسف يقول شي از نوب. طلعها طلعها، هي نوب. او ماي جاد. اوكي اوكي مين اللي طلع؟ يا رب يوسف لا. واو طلع البنت. عاش يا يوسف. وات صوت ثاني؟ ده فاين البوت يوسف. يا يوسف خلي بالك يا يوسف. تحدي بين الاثنين يا شباب، الله اعلم مين راح يفوز فيهم. اوكي لازم يوزنوها بالضبط. يلا يوسف يلا يوسف ورينا حركاتك. واه 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 راح يطيح. ايوه يوسف اوعى يا يوسف، امسك نفسك امسك نفسك يا يوسف. لا 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 يوسف راح يطيح، يوسف راح يطيح. واو يوسف عاش، اسطوري يوسف، اسطوري يا يوسف، عاش يا يوسف يا اسطوري يا ملك التحديات يا باشا. بص انا كنت هخسر بس جت معايا حظ يعني، انا ماتت قبل الحمد لله. انا شفتك شفتك. لا عاش عاش. بدأنا التحدي الاخير يا شباب، ولازم نخلي بالنا من اللي بيحصل، بس المره دي كلنا الظاهر هنبقى ضد بعض صح؟ بس كل واحد يعمل حاجه لوحده. خد بالك بقى تمام، عشان دي تقريبا لازم نجمع الاشكال ونحطها. شايف الشكل اللي فوق ده هيظهر فيه حاجات لازم تعملها هنا. ها خد بالك هزر، اعملها ازاي واجيبها منين؟ كلها في تيم واحد يا تامر. خلاص ورده. اوكي نجيب الورده منين؟ اوه لقيت ورده، لقيت سمكه. ورده لقيت ورده، ورده بعد كده مخده دي ولا ايه؟ مش فاهم، مش عارف احطها، مش عايزه تتحط. دوس دوس على المكان. ما انا دوست والله مش عارف. ايه ده مكان براء، اسف يا براء. كنت بساعدك معلش. والله الناس بتفوز، انا متاخر. انت تعدي بالك يا تامر، لو طلعت يا تامر هتخسر. لا مش هخسر يا باشا ان شاء الله، مش هخسر ان شاء الله. انت اللي هتخسر يا يوسف. غدر الصحاب تيرارمرم، شفت كتير تيرارمرم. عايز شوار رز، حد عنده شوار رز يا شباب؟ قد قد شوار رز؟ انا معيش حاقه. عايش شوار رز اهو، لقيت شوار رز الحمد لله. تامر شكلك هتخسر ولا ايه؟ عافر حاول، انت تستطيع، انت تستطيع. بحاول 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 يا عم. ايه ده انا خسرت ورا؟ خسرت لا ما تقولش كده، بالله عليك ما تقولش كده. تصويت الاول يا شباب، دراجون بوي. بص وشه عامل ازاي. التصويت الثاني شابي. شابي دي البنت اللي فازت اصلا صح؟ لا اللي فاز قلنا اسمه زوك. دراجون بوي دراجون بوي لاست تو فوت فور دراجون بوي. هيقول لك ده انف، ده كفايه ولا ايه؟ دراجون بوي ابلع ابلع. بص بص عمال بيبص لك ازاي. بص That's for boots for Dragon Boy. Dragon Boy عايز ينتم. الأخير بقى. يا رب يكون Dragon Boy كمان. تخيل. Dragon Boy. دول كلهم مش عايزينه. Why؟ بص ده بيقول له good bye. تقريبا ده صوت عليه معانا. تقريبا ده صوت عليه معانا. بص بتقول له جي جي. علشان كان معاه، طلع معاه الادفانتج صح؟ الادفانتج سيف وطلع ايه ده؟ طب والله اوريك يا ابنن تعالى. طب بقول لك المره الجايه هنطلعه،
خلصانة؟ خلصون. بدأ التحدي يا شباب، يا رب نفوز. ده أنا كل مرة بفوز بالصدفة. حد فينا يكسب، عشان لو كسب هياخد اكسترا فوت، فاهم؟ وهصوت على دراجون 5. طب ايه، لازم امسك ولا ايه؟ ايه ده، انا بنزل. اوه فهمت، انا بنزل. انا قول لي يا عم، انا مش فاهم حاجة. اه فهمت، انا بخسر يا يوسف. اعمل ايه، مش عايزة تشتغل عندي. اه فهمت، اوكي. دراجون بول فوق خالص يا ابن المعزوزة، شكله عارف اللعبة. اوكي انا لسه فاهمها اصلا في الاخر خالص، انا فهمتها يا عم. ده لازم نضغط على البتاع ده. لعيب هو، ما تخافش بالله. خسرت خسرت، هخسر انا. هيفوز وهيطلعنا. هيصوت عليا باكسترا فوت عشان قلت عليه، فاهم؟ صوتوه. هنصوت عليه ما تخافش، هو هيكسب خلاص. يا تامر على الاقل عاش، تامر التاني. يلا يا تامر، تقدر تقدر. يا رب يا رب. وا هخسر. ايه ده، ازاي يا عم؟ مستحيل. انا شكلي هبلع، ده شكلي هبلع. بص انا هصوت على دراجون. انا صوتت على دراجون. ها ظهر لك هو. بص قلت له just a moment، طلعت بقى. I'd like to use my safety advantage on Dragon Boy. This is a safety advantage. بص Dragon Boy is now safe. Any broadcast again. What? What? تامر تحمي يا تامر. What? أنا What? انت بتحمي يا تامر، انت بتحمي يا تامر، انت جاي بتحميني. ايه ده، انا ما كنتش عارف. يا لهوي انا ما كنتش عارف. بقول لك شكرا. يا لهوي مين ودك تامر؟ يوسف. لا لا يوسف، هبلع يا يوسف، هبلع. اوه انا هو تعادل، انا هو تعادل. صوت عليه، لو اخدت صوت عليه، صوت عليه، صوت عليه، صوت عليه. فاضل فوت تقريبا، اخر فوت. اه يا رب يا رب يا رب يا رب. كينجو طلعت صح. كينجو لا طلعتش. بيقول لك نو يا تامر، انت عملت ايه يا ابني بالغلط؟ والله ما كنتش فاهم. وبدانا بالتحدي اللي بعده، والظاهر برضو كمان كلنا ضد بعض. اوكي في الاول خالص هنا واحد، طين 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 طين. هنا 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 كده خلاص. هنا واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. اوكي بعدين فين؟ هنا واحدة وهنا. واه لا دي غلط، دي غلط. هنا وهنا وفين وهنا وهنا. واه اتغيرت. فين؟ ايه ده، مش هيك اتغيرت شكل خلاص. خلصت، اتغير الشكل، بيتغير اكتر من مرة. واحد اتنين اجاب مفروض طب انا خلصت. طيب اعمل ايه؟ انا خلصت. اتغيرت الرسمة يا عم. ايه اللي خلصت؟ والله خلصت. مفيش خلصت يا عم، اتغيرت الصورة. اوكي ركز، انا نطيت في مكان غلط، نطيت في مكان غلط. اوكي وهذه طن. اوبا اتغيرت مرة ثانية. شباب صعبة هاي صح؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين. وات، في واحد فاز. أنا اللي كسبت. ليه كده يا براء؟ هير عاش يا هارت. قال لك أنا اللي فزت. باشا انت يعني، هو كان ليه حمايتين كمان جيمين، تعرف ليه؟ عشان استخدمت عليه واحد وهو كان مع واحد. لا لا خلاص دي خلصت. بص دراجون بوي، دراجون واا يوسف. بص على فكره ده هو اللي حقد عليك، هو اللي حقد عليك يا باشا. انا هاي دي البنت. انا عاوز واحد يكون معايا تحت في التصويت. دراجون بوي مش عايز يكون تحت في التصويتات. بليز اوكي دلوقتي اخر تصويت هيطلع فيها دراجون بوي هيحمي نفسه، يبقى لازم في حد كمان. انا يا البنت دي نتعادل ونعمل نفس المحاضره. بص لا
The person voted out of Outlaster Dragon Ball. هيستخدم الحماية بتاعته. That's for both. وبعد كده أنا والبنت هنكون متعادلين. أنا والبنت اختاروا البنت. Why؟ بقول لك why؟ Grab your torch. خلاص. مش هيقدر. هيمشي خلاص. مشي خلاص. لول. I was nice and you treat me like this. معلش. معلش يا ابني معلش. باي باي. لسه بيكتب. طلع. التحدي اللي بعده يا شباب كلنا برضو ضد بعض. فربنا يستر. هنعمل ايه بقى؟ حد يغششني. ايه ده لا غلط. غلط لازم اعدهم كلهم مش كده. اوكي. ستة. ستة. سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اتناش تلتاش. تلتاش. 14 15 16 17 18 انت انا عملت ايه المفروض دي 6 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 مش عارف لو حكيت صح ولا غلط. 38 38 38 38 38 مش بتحسب كده. بتحسب كده على فكره. انت خسرت خلاص بسبب حساباتك. تهز. اعمل ايه طيب؟ انا مش عارف. المفروض رقم 3 بتكتب يعني الرقم 3 بتعدي فيه وبتكتب. اوه بتهزر.